بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله وبركاته، مرة أخرى مع قناة مستر يوسف عز التعليمية لشرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله معانا الفيديو الثاني اللي بنكمل فيه حل أسئلة الوزارة لقصة ذا بريزنر أوف زندا أو سجين زندا للصف الثالث الثانوي. إحنا هنتناول إن شاء الله أهم الأسئلة اللي جايباها الوزارة على الفصول بتاعة القصة. تناولنا في الفيديو الأولاني الفصل الأول والثاني والثالث، ودلوقتي إن شاء الله نتناول بإذن الله الفصل الرابع والخامس والسادس. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. Chapter 4 الفصل الرابع. تعال نبدأ بالسؤال الأولاني. طبعا الأسئلة بنبدأ choose. The king had been kidnapped from. الملك تم اختطافه من فين يا ترى؟ Silly Sam, the castle of Zinda, the forest, ولا the hunting lodge. طبعا تم اختطافه من ال hunting lodge كوخ الصيد. اتنين. After the real king had been kidnapped, بعد ما تم اختطاف الملك الحقيقي. Zapp asked Rudolf Rassendyll. Zapp طلب من راسندل انه يعمل ايه؟ هل to continue pretending to be the king، انه يتابع في اللعب دور الملك، ولا to go back to England، انه يرجع لانجلترا، ولا not to tell anyone، انه ما يقولش لاي حد ان هو ما كانش ملك حقيقي، ولا not to try to rescue the king، ما يحاولش ينقذ الملك. طبعا ذات طلب من راسندل لما الملك تم خطفه انه يستمر في لعب دور الملك. في الاجابه ايه؟ ثلاثه. رودولف راسندل سولد ذات. رودولف كان بيعتقد اني زابت's plan، خطة زابت was too dangerous as، خطته انه يكمل في لعب دور الملك كانت خطيرة ليه. The king wouldn't accept it، الملك مش هيقبلها. He couldn't speak German، هو ما كانش بيقدر يتكلم ألماني، طبعا بيتكلم عن راسندل. People might realize that he was not the real king، الناس ممكن تدرك ان هو ليس الملك الحقيقي. ولا Flavia knew that he wasn't the real king، ان Flavia ممكن تعرفه ان هو مش الملك الحقيقي. طبعا الإجابة الأكيدة هي C، people might recognize، الناس ممكن تدرك ان هو ليس الملك الحقيقي. أربعة. مايكل wouldn't say that Rassendyll wasn't the real king because if he did، هو ليه مايكل ما كانش يقدر يقول للناس ان Rassendyll ليس هو الملك الحقيقي؟ يا ترى علشان فلافيا would be angry، فلافيا تزعل، ولا Zapp would tell the chief of the police، Zapp تقول لرئيس الشرطة، ولا people would ask him where is the real king، طب ولا ده الملك فين، ولا فريدز وود تيل ذا بيبول ذا تروث، فريدز يقول الناس حقيقه. طبعا الاجابه سي هي الاجابه الصحيحه، بيبول وود اسك هيم وير از ذا ريل كينج، طب الملك فين؟ لما ده مش الملك، الملك فين؟ اقول لهم انا خطفته؟ اف ذير واز نوت ا كينج ان ستيرليس، او لما بقاش عندنا ملك في العاصمه، يا ترى فريدز وود بي ان تشارج اوف ذا كابيتال، فريدز هيبقى مسؤول عن العاصمه، ولا زابت وود سبورت مايكل، زابت هيأيد الدوق، ولا راسندل وود جو باك تو انجلاند، راسندل هيرجع انجلترا، ولا the city would belong to Michael within 24 hours، المدينة هتبقى في قبضة مايكل. طبعا المقصود بالمدينة هي التاج والعرش. ستة. طبعا الإجابة الصحيحة هي D، the city would belong to Michael. في الإجابة هي D، إجابة السؤال الخامس هي D، the city would belong to Michael. السؤال السادس. Michael's men brought spades too، هم رجال مايكل جايبين معاهم مجاريف ليه؟ set Johann's mother free، عشان يحرروا أم جوهان، ولا kill the king، يقتلوا الملك ويدفنوه، ولا bury Joseph's body، طبعا الإجابة سي bury Joseph's body in order to hide their evil work، علشان يدفنوا جثة جوزيف ويخبوا معاها عملهم الشرير. one of Michael's men، سبعة. one of Michael's men shot Rudolf Rassendyll and، واحد من رجالة مايكل ضرب أو أطلق النار على راسندل، وإيه كمان؟ he felt a terrible pain in his finger، شعر بألم في إيده، ألم فظيع في إيده، ولا hurt his shoulder، أصاب كتفه، ولا broke his leg، كسر رجله، ولا grabbed his gun، طبعا الإصابة كانت في الفينجر، كانت في الأصبع، والإجابة A. 8. Why did Zapt and Rassendyll return to the hunting lodge؟ هم ليه رجعوا hunting lodge Rassendyll و Zapt؟ To take Joseph's body، عشان يجيبوا جثة بتاعت جوزيف، ولا to make sure that Joseph was killed، عشان يتأكدوا إن جوزيف قتل، ولا to set Johann's mother free، علشان يحرروا أم جوهان، ولا to return the king to Stirlisau، طبعا علشان يرجعوا الملك الى العاصمه ستيرلساو. تعال نروح لرقم 9، واحنا ما زلنا مع الفصل الرابع من قصه ذا بريزنر اوف زيندا. السؤال رقم 9 بيقول ايه؟ ديوك مايكل ليت، الدوق مايكل دع، يعني ساب مين بقى؟ ميت راسندل ات فلافياز بالاس، يقابل راسندل في قصر الاميره فلافيا. يا ترى جوهان ولا روبير ولا هي سبيشال 6 مين المفضلين منه الستة كلهم، ولا 3 اوف ذم، طبعا هو ساب ثلاثة بس يشوفوها اللي هم الثلاثة الأغرب. سوري. 10. According to Zapt، من وجهة نظر Zapt، when would Rudolf Rassendyll stay king for life؟ إمتى ممكن Rassendyll يظل ملك قيد الحياة؟ أو إلى قصدي ما تبقى من حياته.
راسندل وود ستي كينج فور ايفر اف راسندل ممكن يبقى ملك ما تبقى من حياته او للابد. امتى بقى؟ هيمانه فلافيا اذا تزوج الاميره فلافيا ذا ريل كينج واز كيلد عند مقتل الملك مايكل اسكد هيم تو دو سو لما يطلب منه مايكل ده ولا هيرتين تو انجن. طبعا الاجابه الصحيحه هي بي لو الملك الحقيقي قتل. الاسئله اللي احنا قلنا عليها كريتيكال ثينكينج وهنبدا بالسؤال الاولاني على الفصل الرابع. دو ثينك ذا فرنش امباسادور السفير الفرنسي ريلايز راسندل واز ان ذا ريل كينج ادرك ان راسندل كان هو الملك المنتحل صفه الملك يعني ولا الملك غير الحقيقي. واي واي نوت ليه وليه لا؟ طبعا نو اي دونت ثينك سو. ليه؟ When Rasendil told that the French ambassador asked him a question he couldn't answer, لما راسندل راح قال لزاب الحقني ده انا ما عرفش ارد على السؤال. زاب قال له ايه؟ زاب said that the real king wouldn't have been able to answer that question. يعني حتى الملك نفسه ما عرفش الاجابه. طيب السؤال الثاني. Was it right decision for the duke to let the three men meet Rasendil؟ هل كان قرار صائب ان الدوق يخلي الثلاثة من الرجال دول يقابلوا راسندل؟ طب ليه؟ وليه لا؟ طبعا ده كان قرار صائب. يس اي ثينك ات واز ا رايت ديسيجن. ليه؟ مايكل مين تو فرايتن راسندل علشان يرعبه. تمام؟ افتر ميتينج ذا ثري مين ايه اللي حصل؟ راسندل ستارتد تو واري اباوت هيز لايف اند سيفتي. خلاص؟ يبقى اذا المقابلة حققت غرضها. ثلاثة. واي دو ثينك راسندل ميد ات كوايت كلير؟ ليه راسندل خلى الحكايه دي واضحه اللي هي ذات هي وود نوك ذا انيمال انه هيضرب الحيوان اون هيز هيد على دماغه اف هي ترايد تو بايت اجين. طبعا لما راسندل كان بيتكلم هو ومايكل في حضره الاميره فلافيا عن الاصابه اللي في اصبعه قال ايه حيوان عضني وطبعا كان هدد ان لو الحيوان ده كررها تاني هيضربه على دماغه. ليه بقى كان من المهم ان راسندل يوضح دي؟ هنقول راسندل مينت تو وارن مايكل and show him that he was not afraid of him. تمام؟ فطبعا لازم النقطه دي تكون واضحه. في السؤال الرابع in your opinion في من وجهه نظرك could Rasendil have arrested Michael when he met him in Flavia's palace؟ هل ممكن راسندل كان عنده القدره انه يقبض على مايكل لما قابله في قصر الاميره؟ طب ليه وليه؟ لا. No he couldn't. ما كانش يقدر يقبض عليه. ليه؟ Rasendil didn't want to reveal his identity لانه لو قبض عليه كان هيكشف هويته to Flavia. خلاص. He also knew that Michael was so popular and most people would support him. حاجة تانية أهم من فلافيا إن راسندل عارف إن مايكل له شعبية. خمسة. If you were راسندل، لو أنت كنت راسندل، would you make use of Flavia's popularity? Why? Why not? لو أنت كنت راسندل كنت هتستغل شعبية فلافيا؟ إحنا قلنا لما يقول لك أنت هتعمل إيه لو كنت فلان اعمل زيه، هنقول yes of course. Flavia was so popular with the poor people of Stanislaw. If he made use, طبعا اللي هو راسندل, of Flavia's popularity, he himself would grow in popularity and this would help him to fight Michael. ستة. Should Rasendil have learned more and more about royal rules? Why not? السؤال رقم ستة. يقول لك راسندل كان عليه انه يتعلم المزيد والمزيد عن القواعد الملكية. تمام؟ طبعا. Yes, Rasendil should have learned more and more about the royal rule. ليه؟ To avoid making mistakes. عشان ما يعملش اخطاء. سبعة. Which is more difficult. مين اكثر صعوبة؟ To act as a pretending king. ان انت تلعب دور ملك. And the coronation في التتويج only. في التتويج فقط. Or all throughout the king's life. طول حياته. طبعا مين فيهم اصعب؟ For Rasendil. بالنسبة لرسندل. It was difficult to act as a pretending king for an unknown period of time. انه يلعب دور الملك لفترة غير معلومة من الوقت. ليه بقى؟ A pretending king's life is harder than حتى هو كان في تعليق من المؤلف على الحكاية دي. A pretend king's life ان حياة الملك اللي هي فيها تأليف is harder than the real king's life. أصعب من حياة الملك الحقيقية. كده نروح للسؤال الثامن بمنتهى الأمان. Why do you think that Rasendil spoke with Michael symbolically? ليه كان راسندل بيتكلم مع مايكل بطريقة رمزية؟ قلنا لما كان عند الأميرة فلافيا ليه كان بيعمل كده؟ He didn't want Flavia to know that he was not the real king. مش عايزين نقول أكتر من كده عشان الإجابة ما تبقاش طويلة. حضرتك هتضيف حاجات تاني ابقى أضيف بمعرفتك. تعال نروح للشابتر 5 ونشوف نبدأ بيها سيري تشوز بتاعته. Which statement is correct؟ أي عبارة من is incorrect؟ أي عبارة من دول عبارة ليست صحيحة؟
عبارة ليست صحيحة. بيقول لي راسندل هاد نيفر لايك ريسبونسبيلتيز، راسندل عمره ما كان بيحب المسؤوليات. تمام؟ ولا راسندل هاد اولويز وونتد تو هاف ا كوايت لايف، راسندل عايز يعيش حياة سهلة. راسندلز كاركتر ووز كومبليتلي ديفرنت فروم هيز براذر، راسندل شخصيته كانت مختلفة تماما عن أخوه. ولا راسندل ووز يوز تو هارد وورك، راسندل طول عمره كان متعود على العمل الجاد والصعب. طبعا لا، الثلاثة اللي فوق كلهم صح ما عدا الإجابة دي، راسندل ما كانش متعود على العمل الجاد، يبقى دي هي الجملة الغير صحيحة. اتنين، زي دروبريدج، دروبريدج اللي هو الجسر المتحرك اللي كان ما بين القلعة وما بين المانشون اللي كان مقيم فيه مايكل. The drawbridge was nearly always kept up and nobody كان دايما تقريبا مرفوع. Was allowed، ما حدش كان مسموح له ان هو into the building without، ان هو يدخل سواء القلعة، طبعا القلعة بدون اذن من مين؟ مايكلز او روبرتس permission، اذن من مايكل او روبرت، ولا getting a permit ان هو ياخد اذن من الملك، ولا taking an order from Rosendale، ولا asking Sabs advice. طبعا الإجابة هي إيه؟ لازم ياخد إذن من مايكل أو روبرت. ثلاثة، راسندل decided to go to the summer house. ليه راسندل قرر يروح المنزل الصيفي؟ طبعا احنا فاكرين إن في الفصل الخامس كانت أنتونيت دي موبا أرسلت خطاب لراسندل بتطلب مقابلته في السمر هاوس لأنها عندها أخبار مهمة ليه. يا ترى to fight the Duke's men، ليه راسندل قرر يروح السمر هاوس؟ عشان يقاتل رجال الدوق، ولا to visit أنتونيت علشان يقابل أنتونيت دي موبا، ولا as he believed that Antoinette might have information about Michael and the king، انه كان عنده اعتقاد ان أنتونيت دي موبا عندها معلومات عن الدوق وكمان عن الملك، ولا الاخيره to follow the king's instructions، يمشي على تعليمات الملك. طبعا الاجابه الصحيحه هي سي، راسندل كان رايح قابل أنتونيت دي موبا لانه عنده اعتقاد انها عندها معلومات تخص الملك والدوق. Which is correct، اي عباره من دول الصحيحه؟ اربعه، سابت هي عباره صحيحه، سابت didn't let راسندل meet أنتونيت، سابت منع راسندل انه يقابل أنتونيت، ولا سابت warned أنتونيت of راسندل، ولا سابت حذر أنتونيت من راسندل، ولا سابت went inside the summer house، ولا سابت دخل السمر هاوس مع راسندل، ولا سابت waited outside. طبعا سابت انتظر خارج السمر هاوس في الفتره اللي راسندل دخل فيها يقابل أنتونيت ديمو. خمسه، في السؤال في الفصل الخامس، what did Richard offer راسندل، ايه العرض اللي كان جاي بيه ريتشارد من مايكل لراسندل لما كان في السمر هاوس؟ طبعا ريتشارد من بره وراسندل موجود مع أنتونيت دي موبا داخل السمر هاوس. ايه العرض اللي كان جاي بيه ريتشارد؟ يا ترى بريزنت فروم ذا ديوك، هديه من الدوق، ولا سيف جورني تو ذا بوردر اند 50,000 انجلش باوندز، رحله امنه الى الحدود ومعاها 50 ومعاها 50,000 جنيه استرليني، ولا سي سيف جورني تو ذا بوردر ترين تيكت ومعاه تذكرة قطر، ولا جيفت فروم ذا ريل كينج؟ طبعا الإجابة هي بي، سيف جورني تو ذا بوردر وكان معاها 50,000 جنيه استرليني. واي ديد أنتوانيت وان راسندل اوف مايكل، ليه أنتوانيت حذرت راسندل مايكل؟ يا ترى از هي واز هير كلوز فريند، لأنه صديقها، از هي ريفيوز تو ماري هير، ولا عشان ما يتجوزهاش، ولا از هي ديدنت لايك تو سي از شي ديدنت لايك تو سي بيبول بين كيلد، ولا مش عايزة تشوف الناس بتتقتل؟ طبعا هي دي الإجابة السليمة، الإجابة سي. أربعة، بعيد خالص عن موضوعنا، از راسندل بروميز تو ريورد هير، دي بعيد خالص عن الاجابه اللي احنا المفروض نختارها. تعالى نروح للسؤال رقم 7، which letters did Flavia receive؟ ايه Flavia في الفصل ده كانت تلقت خطابين من مين؟ A letter from Michael and another from Antoinette de Maupin، واحد من مايكل واحد أنتونيت دي موبان، ولا واحد من مايكل واحد من راسندل، ولا في سي واحد من زابت وواحد من راسندل، ولا اخر واحده الاثنين من مايكل؟ لا طبعا كانت الاجابه الصحيحه ان هي تلقت خطابين، واحد من مايكل واحد من أنتونيت دي موبا، يعني الاجابه لسبعه هي A. تعال نروح لرقم 8، السؤال رقم 8 نظهره بس عشان يبقى باين قدام عينك تبقى شايفه ومركز فيه عينك مش رايحه على حاجه تاني. 8، the best guard for princess Flavia was، مين افضل حارس ممكن يستأمنه راسندل على الاميره فلافيا؟ الدوق؟ لا طبعا. one of the six special men؟ لا طبعا. راسندل؟ اكيد لا، لان راسندل مش حارس. مارشال ستراكنز هو الحارس اللي ينفع للرياضه دي. 9، what would مارشال ستراكنز do if he didn't get a message؟ ايه اللي هيعمله المارشال لو ما جاتهوش رساله من راسندل لمده 3 ايام؟ يا ترى he would have the authority to be the head of Stelisab؟ هيبقى عنده السلطه انه يبقى راس الدوله، يعني يكون على راس الدوله،
ولا هي ويل تيل ذا تشيف اوف بوليس، اقول لرئيس الشرطه، ولا هي ويل كوليكت ذا سولجرز، يجيب الرجاله بتوعه ويروحوا زنده، ولا الاجابه دي هي ويل تيل فلافيا انها تتجوز الدوق؟ لا طبعا الاجابه هي ايه؟ تسعه اجابتها ايه؟ هي وود هاف ذا اوثورتي، انه يبقى رئيس الدوله. تعال نروح لرقم 10. انا الان الموجوده اللي هي جمله رقم 10 هي قدامنا. What did Antoinette de Maubas warn Flavia not to do in her letter؟ ايه اللي كانت Antoinette de Maubas بتحذر منها فلافيا انها ما تعملهوش؟ She warned her not to ايه بقى؟ To go to the summer house، انها تروح السمر هاوس، ولا follow Rassendyll's advice، انها تتبع نصيحة Rassendyll، ولا marry Rassendyll، انها تتجوز Rassendyll، ولا not to accept any invitation. طبعا الاجابة هي دي، انها ترفض اي دعوة من الدوق، and not to go anywhere without many guards، ما تروحش اي مكان بدون حراسة. تعال نشوف الكريتيكال كويستشنز على الفصل الخامس، ونبدا بالسؤال الاولاني. السؤال الاولاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك why do you think Rassendyll was sorry to say goodbye to Flavia؟ ليه Rassendyll كان بيشعر بالاسى ان هو يعني بيقول لفلافيا الى اللقاء؟ هنقول he thought that it wasn't fair to trick Flavia. ما كانش من العدل ان هو يخدعها. She was kind and clever and he believed that she should know what happened to her future husband. كان عنده اعتقاد انها لازم تعرف ايه اللي حصل لزوج المستقبل. Was Rassendyll right not to shoulder responsibilities؟ هل Rassendyll كان عنده حق انه ما يكونش كلمة shoulder responsibilities معناها يأخذ على عاتقه المسؤوليات يعني؟ هل Rassendyll كان عنده حق انه ما يبقاش عنده مسؤوليات؟ لا. No he wasn't. Everyone who has a position in society has responsibility. تمام؟ تعال بقى نروح للسؤال رقم 3. If you were Antoinette، بنفكرك لما قلت لو كنت فلان، would you turn against your host؟ هل كنت هتبقى ضد الراجل اللي مضيفك عنده؟ Why not؟ طبعا يس، انا هبقى ضده، يس اي وود. ليه بقى؟ مايكل ووز ان ايفل مان هو وود دو اني ثينج تو تيك ذا كراون، لانه بدا يعمل حاجه سيئه عشان ياخد العرش. هي بلان تو كيل هيز اون براذر، وعلشان فكر يقتل اخوه. طبعا مش ممكن حد هيبقى مع واحد شرير زي كده. اربعه، وات مايت هاف هابند اف راسندل هاد جون تو ذا سمر هاوس الون، اللي كان ممكن يحصل لو راسندل راح للسمر هاوس لوحده. It might have been too difficult for him to stay alive. حياته كان ممكن تبقى في خطر شديد جدا. تمام؟ او ممكن nothing might have happened، ما كانش ممكن حاجه تحصل ليه؟ As Rassendyll was so strong and smart and he would have easily found a way to escape from my kinsman. كان ممكن يهرب وكان ممكن برضه يتقتل. في السؤال رقم 5 على الفصل الخامس في الكريتيكال ثينكينج كويستشنز بيقول لك Why do you think the Duke's men arrived at the summer house earlier؟ ليه جو قبل ميعادهم؟ ليه رجالة مايكل وصلوا قبل ميعادهم؟ ليه؟ Perhaps they didn't trust Antoinette and thought that she might try to help Rassendyll. ماشي؟ السؤال رقم 6. Would Rassendyll have been safe if he had accepted the offer presented by Dutcher in the summer house؟ هل Rassendyll كان هيبقى في امان لو قبل العرض بتاع ديتشارد اللي كان جايبه له من مايكل؟ طبعا لا. طبعا ما كانش هيبقى في امان ابدا. نو هي ودنت. Antoinette told him not to trust them. Rassendyll also knew it was a trap to kill him. برضه كان عارف انها فخ علشان يقتلوه. السؤال السابع. Imagine you were Rassendyll. تخيل انت كنت Rassendyll. Would you insist on telling Flavia the truth؟ هل كنت هتصر على انك انت تقول لفلافيا الحقيقه؟ Why not؟ طبعا Rassendyll كان عايز اقول لها بس ما قالهاش. ولذلك نقول ايه؟ No I wouldn't. لا ما كنتش اقول لها. ليه؟ The mission of rescuing the king had to be accomplished. كلمة accomplished معناها يجب تنفيذها. حروف كلمة accomplished A double C O M P L I S H E D. لازم تتم الخطة. طب ومعرفة من حد؟ لا. The fewer the people who knew about the plan the better. كل ما كان الناس اللي يعرفوا عن الخطة أقل كل ما كان أفضل. السؤال الثامن والأخير في الفصل الخامس. Was that right not to allow Rassendyll to tell Flavia the truth؟ هل زابت كان عنده حق لما منع Rassendyll انه يقول لفلافيا الحقيقه لما كانوا عاملين الحفله اللي كان نظمها علشان يطلب فيها الزواج منها؟ طبعا يس. طبعا كان عنده حق. يس هي واز رايت. If more and more people knew about his plan to save the king the plan might fail. ممكن الخطه تفشل. طرح الفصل السادس والاخير من مقررك السنه دي 2020 في القصه، لان بعد التخفيضات اللي حصلت في المنهج بقى الفصل السادس واخر فصل عندك. الفصل السادس السؤال الاول. Choose
Who did Rosendale trust to keep the future of Rotania safe؟ مين اللي كان بيثق في راسندل علشان يحافظ على على مستقبل الدولة؟ يا ترى سابت، طبعا ناقص حرف تي سابت، مش مشكلة، ديوك مايكل الدوق ولا فريدز ولا مارشال؟ طبعا المارشال هو موضع الثقة اللي عند راسندل. مايكلز ماذر، أم مايكل، was not royal، ما كانتش ملكية، يعني ما كانتش من أهل الملكة. And he could only legally become king، إمتى بقى يبقى ملك؟ لما يبقى married the princess Flavia، إنه يتجوز الأميرة. في الإجابة، الإجابة الصحيحة للسؤال رقم 2 هي A، إنه يتزوج الأميرة. 3 actually، حقيقة يعني، in Rotania، في روتانيا، Rasendel's writing was different from the usual writing people knew as. ليه كانت كتابة راسندل مختلفة لما وصل راسندل عن المألوف؟ ليه؟ As he was bad writing in German، هل كان بيكتب ألماني بطريقة سيئة؟ ولا his finger was wounded؟ ولا إن الجرح صباعه كان مصاب؟ ولا he wasn't the real king، لأنه ما كانش الملك الحقيقي؟ ولا he was in a hurry، كان مستعجل؟ طبعًا لأنه he wasn't the real king، ما كانش الملك، لأنه هو صحيح شبه الملك لكن إيده مش تكتب زي الملك. الإجابة سي. 3 سي. 4 راسندل asks Flavia to، راسندل طلب من فلافيا إيه؟ تعمل إيه؟ If he doesn't come back، لو ما رجعش من زندة، tell the police، تقول الشرطة، inform the British embassy، تقول السفارة البريطانية، تمام؟ ولا become queen، تبقى الملكة، تبقى الملكة اللي هي الإجابة سي. 5 I'm going to زندة، أثناء ذهابهم لزندة، راسندل تولد ذا مان ذات، قال للرجاله بتوع ايه؟ طبعا دلوقتي راسندل خلاص قرر انه يروح ينقذ الملك هو ورجاله، قال لهم ايه؟ فلافيا ويل بي ذا كوين، فلافيا تبقى الاميره الملكه، ولا ذي وير جوينج تو ريسكيو ذا ريل كينج، انهم رايحين ينقذوا الملك الحقيقي؟ لا طبعا. ولا هي واز جوينج تو هانت ان انيمال، رايح علشان يصطاد حيوان، ولا مايكل هاد تراي تو كيل هيم، مايكل حاول يقتله، اند ذات ا جود فريند اوف ذا كينج، واحد من اصدقاء الملك الطيبين، واز هيلبد was held prisoner in castle. طبعا الإجابة الصحيحة هي دي. 5 إجابتها دي. تروح لرقم 6 روبرت told راسندل ذات، روبرت ده واحد من رجالة مايكل، قال لراسندل إيه؟ The king was ready to host him، إن الملك مستعد لاستضافته. طبعا لما راسندل وصل إلى ذا ترنهام هاوس، إلى بيت عم فريدز قبل زندة ببضع كيلومترات، طبعا مايكل شعر بوصوله للمدينة بسرعة وبعت له روبرت علشان يستقبله ويرحب بيه ويعتذر له عن عدم قدرته على استضافته، لأن هو وبعض الخدم في حالة إعياء أو مرض، تمام؟ اللي هي الإجابة سي. The Duke and many of his servants had a dangerous illness. تعال نروح لرقم 7 عفوا طلعها فوق شوية عشان تبقى شايفها. رقم 7 راسندل اسك ذا ان كيبرز دوتر، راسندل طلب من البنت السيدة صاحبة الفندق الصغير ايه؟ تو برينج جوهان تو ميت هيم ات ذا كانتري هاوس، ان تجيب جوهان وتقابله الكانتري هاوس في المنزل الريفي، تمام؟ ولا اف شي سبورتد ذا ديوك، انها بيسألها اذا كانت بتأيد الدوق ولا لا، if she knew he wasn't the king، هو كان يعرف ان هي تعرف ان هو الملك الحقيقي ولا لا، ولا to apologize علشان تعتذر. لا طبعا طلب منها انها تجيب له جوهان. الاجابه ايه؟ تجيب له جوهان عشان يقابله في الكانتري هاوس اللي هو بيت عم فريدز. What was Rupert's offer؟ ايه كان عرض روبرت to Rasendel when he visited him alone in the country house؟ لما زاره لوحده في الفتره دي، حظ سيء، حظ راسندل السيء، ما كانش حد موجود، لا سابت ولا فريدز ولا حد، ودي طبعا الفصل اللي قدر يخدع روبرت راسندل واند ستابد هيم ان ذا شولدر. المهم عفوا نرجع للسؤال، وات واز راسندلز اوفر، وات واز روبرتس اوفر، العرض اللي عرضه روبرت على راسندل لما زاره كان لوحده. هي اوفر تو كيل ذا كينج، انه عرض انه يقتل الملك في مقابل المال. هي اوفر تو هيلب هيم ماري فلافيا، عرض انه يساعده في جواز الاميره فلافيا. He offered them a safe journey to the border and 50,000 English pounds، عرض عليه رحلة آمنة للحدود و 50,000 جنيه. ولا الأخيرة، He offered them a safe journey to the border and a million gold pieces. طبعا الأخيرة، الإجابة دي هي إجابة السؤال 8. 9 Who helped to put up the pipe to the prison window؟ مين اللي ساعد في تثبيت الماسورة اللي كانوا حاطينها في غرفة السجن بتاعة الملك؟ جوهان اللي ساعد في ده، ولا روبرت، ولا all the six men، ولا ماكس؟ طبعا ماكس هو اللي كان عمل الحكايه دي اللي هي الاجابه دي. تعال نروح ل 10.
راسندل بليفد ذات، راسندل بيعتقد ان there were two ways in which، هناك طريقتين in which the king could come out of the of Zinda alive، طريقتين ممكن الملك يطلع بيهم من زندا على قيد الحياه. يا ترى one was to have a miracle، الواحده ان يبقى في معجزه and the other if that and Fred's help them، لو ساعد والجزء الثاني ان يساعدوا سابتو فريدز، ولا one was to have a miracle، الاولى ان يكون في معجزه and the other was if one of Michael's men betrayed him، ان واحد من رجال مايكل يخونه، ولا سي اللي هي بتقول one was to have a miracle برضه ياخد معجزه، خلي بالك ركز جدا، والثانيه اني فلافيا تتجوز مايكل، ولا الاخيره one was to have a miracle and the other if Michael's men knew the truth، ان جزء من رجال مايكل عرفوا الحقيقه. طبعا الاجابه الصحيحه هي B، one was to have a miracle and the other was if one of Michael's men betrayed. تعالى نروح للاسئله اللي احنا بنقول عليها critical thinking questions، وهنبدا بالسؤال الاولاني. Do you think that Rassendyll was right to tell Flavia that he was going to hunt Michael؟ هل Rassendyll كان عنده حق لما قال لفلافيا انه راح يصطاد مايكل، ليه وليه لا؟ I think he wasn't right، ما كانش عنده حق. ليه بقى؟ This made her very worried about his safety، لان ده خلاها تبقى قلقه على امانه. And she thought it was very dangerous، وده كمان يمثل خطوره شديده جدا. في حاجه تاني ممكن نقولها، she also didn't understand what was going on in Britannia، ما كانتش فاهمه ايه الصراع اللي حاصل في البلد. اثنين، if you were Rassendyll would you accept Robert's offer and then deceive him؟ هل لو انت كنت Rassendyll كنت هتقبل عرض روبرت وبعدين تخدعه؟ طبعا هنا الحكايه دي مش مضمونه، فاقول لك نو I wouldn't. It wouldn't be easy to deceive Robert. ليه بقى؟ As he was the worst and the strongest of Michael's men. طبعا صعب جدا، لان ده كان هو الاكثر سوءا في رجالة مايكل، وكمان الاكثر شرا. ثلاثة، why do you think Rassendyll chose Johan in particular to be his spy؟ ليه Rassendyll اختار جوهان تحديدا عشان يبقى الجاسوس؟ Rassendyll was good at judging other people. Rassendyll كان عنده قدرة جيدة في الحكم على الناس. He chose Johan to work for him. ليه بقى؟ Because he knew that he was weak. شخصيته ضعيفة but not wicked، ولكنه ليس شرير like his brother. خلاص كده؟ طيب السؤال رقم 4، in your opinion، في وجهة نظرك، could Rassendyll have arrested Rupert if he had had that chance؟ هل كان Rassendyll عنده الفرصة أو كان يقدر إنه يلقي القبض على روبرت لو أتيحت ليه الفرصة؟ طب ليه؟ وليه؟ لأ. طبعًا أنا ما أعتقدش كده. I don't think so. ليه بقى؟ If he had arrested Robert, Michael and his men might have killed the king. كان ممكن يقتلوا الملك. تمام؟ Rassendyll also thought that perhaps Robert would betray Michael. Rassendyll كان بيفكر إنه يستغل روبرت ضد الدوق، فطبعًا مش هيضحي ويقبض عليه وهو محتاج. تعال نروح للسؤال الخامس. Why do you think the innkeeper's daughter apologized to Rassendyll؟ ليه بنت سيدة الحانة اعتذرت لراسندل؟ طبعا هو هنا دلوقتي بيلعب دور الملك. Although she didn't speak badly about the king، برغم ان هي لم تتكلم بطريقة سيئة عن الملك. هنقول perhaps she wanted to be sure that she didn't do anything wrong. تمام؟ بس. ستة. What might have happened if the people had known that Rassendyll was not the real king؟ اللي كان ممكن يحصل لو الناس عرفت ان Rassendyll ليس هو الملك الحقيقي. Perhaps they would have helped Michael to kill or arrest him. Or perhaps they would have supported Rassendyll. ليه بقى؟ ممكن يبقوا مع ده وممكن مع ده. As he cared about them. لان Rassendyll عمل الحاجة اللي ما كانش بيعملها الملك. اهتموا بيهم. And he was growing in popularity، وبدأت شعبيته تزيد. سبعة. Why do you think Robert told Rassendyll that the Duke and many of his servants had a dangerous illness. ليه في السؤال السابع، ليه روبرت جاء لراسندل ان الدوق ورجاله قاعدين من رجاله مصابين بمرض؟ روبرت just wanted to warn راسندل not to try to save the king. هو ما جايش علشان يحذره وخايفين عليه، لا ده هو بيحذره، ولا خلي بالك ما تحاولش تنقذ الملك بتاعك بقى. ليه؟ he meant to say that if راسندل tried to rescue the king he would die. هو كان جاي يقول له لا انت لو حاولت تيجي تعمل الملك، تيجي تنقذ الملك، لا ده انت ممكن تموت. انت خلي بالك احنا هنا صحيين جدا وحاسين بيك وعرفنا من اول ما ظهرت انت خدنا بالنا منك. في السؤال 8، if you were the Duke Michael، لو كنت الدوق،
Would you go to the country house؟ كنت هتروح المنزل الريفي اللي هو موجود في راسن، اللي هو بيت عم فريدز، اللي هو ترنهام هاوس، and invite راسندل، وتدعي راسندل the pretend king and his men to the castle of زندا. هتعزم راسندل ورجالته يجوا لقلعة زندا؟ طبعا ما عملش كده. ليه؟ نو اي ودنت. مايكل ما عملهاش فانا ما اعملهاش. نو اي ودنت. ليه بقى؟ مايكل نيو ذات راسندل وونتد تو سيف ذا كينج. راسندل مايكل الوقت لما وصلنا احنا للفصل السادس، راسندل ومايكل بيلعبوا على المكشوف. فراسندل ومايكل الشخصيتين بقى واضحين كل واحد فيهم للتاني ده ايه. مايكل بقى عارف كويس جدا ان راسندل جاي علشان ينقذ الملك، ولو لقى فرصه يقتله هيقتله. طبعا مش معقول يعزمه. فهنقول نو اي ودنت. مايكل نيو ذات راسندل وونتد تو سيف ذا كينج. He also knew that Rassendyll was a very strong man. It wouldn't be wise of him to let his enemy be so close to him. وبكده نكون خلصنا مراجعة القصة وحلها من أسئلة موقع الوزارة. كان معكم مستر يسري عزت، معلم خبير اللغة الإنجليزية، وشكرا لكم على متابعة القناة بتاعتنا، قناة مستر يسري عزت، لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية العامة. والسلام عليكم ورحمة وبركاته في حل مزيد من الأسئلة، ولكن على القواعد وكلمات المنهج. انتظرونا إن شاء الله في فيديوهات قادمة، أيضا أسئلة الوزارة، لكن أسئلة الوزارة في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله هتكون متركزة على القواعد والكلمات للوحدات المقررة عليك السنة دي إن شاء الله 2020. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.